التتويج لأحلام كبيرة كانت بتطالب بها القادة وطالب بها الشعوب. احنا شفنا زعيم جمال عبد الناصر وزعيم نكروما ومانديلا وكل زعماء الافريقيا كان نفسهم واملهم ان هم يحققوا الحلم التكامل الافريقي وان افريقيا كلها تبقى يعني تعدي فيها التجاره والاستثمار من غير اي باريرز. النهارده بقى حقيقه. النهارده اطلاق الشعلة دي هو تتويج لمجهودات سيد الرئيس اللي سوى افريقيا لما كانت مصر رئيسة الاتحاد الافريقي. الرئيس الحقيقه يعني صار وقال في كل العالم. شفنا اللي حصل في تيكات في طوكيو وفي اجتماعات مؤتمرات دوليه في روسيا وفي انجلترا وفي المانيا وفي اديس ابابا وفي دول العالم كان بيروج لافريقيا. النهارده اللي تتخيل اللي حصل هي تتويج لهذه المبادرات اللي توقعت 2019 ايام كانت مصر الرئيسه. والنهارده بعد استكمال اكثر من 35 دوله وقعوا برلماناتهم وقعت وصدقت على الاتفاقيه. النهارده بنقول ان الاتفاقيه بتفعل النهارده عشان يعني تشيل كل الحواجز والعقبات في وجه التجاره او الاستثمار. القطاع الخاص له دور كبير جدا الفتره اللي جايه. مبادرات مطلوبه ودراسات جدوى مطلوبه لمشروعات عملاقه في البنيه الاساسيه. المقترحات اللي تفضل بها السيد الرئيس في المؤتمرات دي كان بيتكلم على خطوط مباشره، طرق بريه مباشره تطلع من القاهره الى كيب تاون. ده بيفتح افاق كبيره جدا على 11 دوله تقريبا، ومن الدول دي بتقدر انت تخش على الشرق والغرب من خلال الانفتاح. طبعا ده بيسهل حركه تجاره السلع والخدمات وبيسهل ايضا حركه انتقال الاشخاص، لان مشكله افريقيا الحقيقه في النقل. النقل مشكله كبيره، وانا اعتقد انه المشروعات العملاقه لازم يعني تتخيل حلول سريعه جدا لمشكله النقل وانتقال السلع والخدمات عبر القاره. مشروعات البنيه الاساسيه خاصه بالطاقه، مشروعات البنيه الاساسيه خاصه بالمدن الصناعيه الجديده وتصنيع افريقيا، استغلال الطاقات الكامنه في افريقيا. افريقيا قاره شابه فيها الشباب بيحتل يمكن 65% من القاره كلهم شباب، والموارد الطبيعيه اللي موجوده فيها موارد غنيه جدا، اليورانيوم والذهب والماس والغاز الطبيعي والبترول والماشيه اللي موجوده والارض الزراعيه اللي صالحه للزراعه، يعني ممكن تبقى غذاء العالم افريقيا، ممكن تصنع تبقى في قيمه مضافه لكل الموضوعات دي. محتاجين مستثمرين، محتاجين افريقيا تتمتع بثرواتها، فما فيش مانع ابدا يبقى في انتجريشن بين اصحاب التكنولوجيا واصحاب رؤوس الاموال واصحاب الموارد الطبيعيه اللي ممكن تطلع منها قيمه مضافه تستفيد منها الافريقيا.